اليوم يعني هذه الشحنة بالباخرة أو باخرتين من تركيا نحن بأمس الحاجة إليها، لأنه عم تقدم للبنان بهذه المحنة الإنسانية نتيجة الحرب المدمرة التي نتعرض لها. هذه المساعدات هي عبارة عن أمور لمراكز الإيواء أو للناس الذين تهجروا، الذين وصل عددهم يفوق 1,200,000، 25% أو أكثر منهم في مراكز إيواء، في أكثر من 1,000 مركز إيواء. فنحن نتشكر الحكومة التركية والشعب التركي وكل الدول الصديقة والدول العربية التي ساهمت وتساهم بمساعدة لبنان في تأمين الحاجات الإنسانية الملحة في هذه الفترة الصعبة. نحن نحتاج الآن جزء يتعلق بالأمور الطبية مع وزارة الصحة، وفيما يتعلق بالأمور الإغاثية من تأمين مقومات الإيواء، إن كان من فراش وأغطية، وخاصة نحن على أبواب الشتاء. نحن خلال أسابيع نبدأ بالبرد، وخاصة في المرتفعات وفي سهل البقاع، وهناك عشرات الآلاف من الناس أو مئات الآلاف من الناس في هذه المناطق التي تحتاج مساعدة فورية في موضوع الشتاء. وأيضا فيما يتعلق بتأمين مقومات النظافة في مراكز الإيواء التي أصبحت حوالي 1,000 مركز، ألف مركز لبلد صغير مثل لبنان، تستطيع أن تتخيل حجم المطلوب من ناحية تأمينهم بكل الأمور، الغذاء وتأمين المأوى وتأمين أمور النظافة ولاحقاً الشتاء.